نكمل المساهمة في الحوار عبر الاتصال الهاتفي سعادة السفير محمد منيسي سفير مصر الأسبق في قطر. أرحب بك سعادة السفير وأستكمل معك الحوار من خلال رؤيتك لما تم اليوم من ردود أفعال بعد حكم الإعدام للمدانين الذين اعترفوا على جريمتهم الإرهابية، وكان هذا طبعا في قضية النائب العام الراحل هشام بركات. كيف تابعت ما حدث من اختراق لصفحة ابنة النائب العام المستشارة مروة هشام بركات، وأيضا من ردود أفعال تركيا ودعوات لضرورة التدخل الأوروبي؟ مساء الخير يا فندم. أولا أنا يهمني أن أنا أوضح نقطة. تفضل. أن في خطأ قانوني وقضائي فادح بيرتكب ضد مصر. بمعنى إيه حضرتك؟ الأمم المتحدة حتى عندما نظمت عمل المؤسسات الحقوقية الدولية حضرتك وحطت يعني نقدر نقول بروتوكول لهذا لتحرك هذه المنظمات. أول نقطة في هذا البروتوكول إن المنظمة الحقوقية الدولية عندما تريد أن تجري تحقيق عن انتهاك ما تتصور أنه انتهاك لحقوق الإنسان في دولة ما، ونتكلم على مصر مثلا، لابد ان هي تخسر السلطات المصرية، ولابد ان الباحثين اللي يجوا منها يكونوا على الاقل 5 باحثين كده حضرتك، ولابد ان هي تعطي السلطات القضائية في هذه الدولة اللي هي مصر في حالتنا وسلطات الامن الأسئلة وخطة التحرك اللي الباحثين دول ناويين يتحركوا على أساسها. ليه؟ لأن هناك شيء أساسي أو عنصر أساسي في العلاقات الدولية بين الدول وبعضها وبين الدول والمنظمات الدولية، وهو احترام السيادة حضرتك وعدم التدخل اكيد في الشان الداخلي لاي دوله وفي قضاء اي دوله. ماذا يعني اريد وجهه نظرك سعاده السفير في ما تم اليوم يعني من رد فعل بعد حكم الاعدام من قبل جماعه الاخوان وتركيا ايضا؟ لو اللي بينتقدوا ما حدث وتنفيذ احكام الاعدام في مجموعه من القتله اللي ارتكبوا جريمه، يعني اي قانون دولي او محلي يرفضها تماما حضرتك. لو كنا اتخذت هذه الاجراءات كانوا عرفوا تماما ان احكام الاعدام مرت بمراحل كثيره من يعني يكفي أول من نقض حكم الإعدام هي النيابة المصرية، وده بحسب القانون المصري النيابة ليس لديها حتى الخيار، أي حكم إعدام لابد إن هي تنقضه. ليه؟ عشان يروح لمحكمة النقض، محكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية في مصر تبحث المسألة، وبحثت المسألة وأعادت طرح القضية مرة أخرى على محكمة جنائية تانية تمام حضرتك. وبعدين بعد ما خدت مرت بجميع مراحل التقاضي في المحكمة الجنائية التانية ذهبت إلى محكمة النقض، وفي هذه الحالة بتصبح حسب القانون المصري وهو من القوانين اللي بتدي ضمانات كثيرة جدا للمتهم تمام حضرتك. يعني احنا المسألة مش حكم بالتأكيد الإعدام. هناك مراحل كثيرة قانونية سبقت الحكم، وفي النهاية القانون هو الفيصل النهائي. نعم سعادة السفير، أيضا يعني اللجان الإلكترونية الإعلام والأدوات التي يستخدمها الإرهابيون لبث الأكاذيب والتحريض ضد مصر والتضليل أيضا ويعني الرسائل التي تؤكد على أفكارهم، كيف ترى التصدي لها؟ أولا نمرة واحد، لابد أن احنا نطبق القانون المصري في هذه القانون المصري بينص على أن عندما يعني لو فرضنا أن أنا شكوت من أن أحد اخترق حسابي نعم
يبقى في الحالة دي وزارة الداخلية ولديها القدرة على هذا، تستطيع ان هي بتتبع الاختراق تستطيع ان تصل الى من هو المخترق، من هو الذي قام بهذا الاختراق. ولذلك موضوع الاختراق حساب السيدة ابنة المرحوم مروة هشام بركات، مروة بركات، انا متصور ان في خلال ايام قليلة جدا انا استطيع ان احنا نصل الى من الذي قام بهذا الاختراق. وهنا اذا كان الاختراق تم بعمد، وهو بالتأكيد تم بعمد، فيبقى القانون المصري بيعطي الحق في معاقبة المخترق بسجن وغرامة. ترى حضرتك لو كانت اللي تم اختراقه حساب او موقع من مواقع الخاصة بالقوات المسلحة او الشرطة المصرية، يبقى هنا العقوبة ضعف مدة السجن، ضعف مدة السجن في الحالة السابقة حضرتك. فتطبيق القانون هو الضمان لأي حد، مش أكيد للسيدة مروة هشام بركات ولا لأي شخص آخر، هي تطبيق القانون هو الضمان للجميع حضرتك. شكرا جزيلا السفير. وبعدين يهمني كمان ان انا اوضح نقطة، ان احنا الحقيقة بندي اهمية اكبر من اللازم لما يأتي من تركيا وقطر. تركيا ونحن نعرف عارفين تماما موقفها والعداء الشخصي بتاع اردوغان للنظام في مصر. اما قطر فهي دولة قزمية يعني زي بالبلدي على حسب التعبير المصري الدارج، بتفك عقدها في الهجوم على دولة كبرى زي مصر. حضرتك شكرا لك سعادة السفير. من الامكانيات المالية والتسليحية اللي بتخليهم يستطيعوا ان هم يقوموا بهذا الحد. السفير محمد منيسي سفير مصر الأسبق في قطر، شكرا جزيلا على وجودك معنا.